تحقيق مع اللاعب وإيقافه حتى انتهاء التحقيقات لم يجد جديد، هل انتهت عقوبته؟ هل هناك تحقيق مقبل مع لا، اللاعب؟ احنا الاتحاد المصري كان اتخذ قرار بالعقوبة 3 شهور وخصم وغرامة 100,000 بالإضافة، لكن هو في الثلاث الآخر شهور دي كانت غير معلنة مش كده؟ لا يرسل الجواب للنادي الإسماعيلي وتبلغ بيها كمان الاتحاد الدولي، لأن المسألة كمان ما كانش الفكرة، ما كانتش التحقيقات عندنا، احنا كنا بنحاول ننهي المسألة بشكل كامل. وفي كل الاحوال احنا العقوبه اللي اديناها له كانت بالنسبه لنا لاختراق اللوائح والتعليمات، التعليمات ان ما نتعاملش مع حد بخلاف البعثه، مش اكثر من كده. يعني احنا لم يثبت لينا مخالفه اكثر من انه تخطى التعليمات وتعامل مع اللي المفروض ما يتعاملش معاه. اي حد من خارج البعثه او من خارج المسؤولين والاوفيشال الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه، مفترض ان ما حدش فينا بيتعامل معاها بشكل مباشر. تمام، يعني بناء عليه ان هو موقوف من 1/8 ل 1/11 تنتهي عقوبة إيقافه. بالظبط.